ولكن سأحاول أن أجد لنفسي موقعاً في خريطة هذا الاكتئاب. أعتبره وسام شرف على صدري طيلة مساري النهائي. في البداية أحب أشكر بحرارة السادة رؤساء العصر، كذلك رؤساء الأندية، السادة الفاعلين الإعلاميين الذين أظهروا بقوة لأجل أن يكون هذا الإعلام مرآة عاكسة ونافذة يطل منها المواطن المرتفق على مختلف الأنشطة التي تنظمها الوزير الجهوية. باسمكم جميعا وباسم قطاع الشباب والرياضة أشكر السادة الإعلاميين موجودين هنا، كل واحد باسمه وموقعه وموقع إلكتروني وجريدته. شكرا لكم كثيرا على دعمكم ومقاصدتكم، كذلك الاخوان فرقاء ديالنا، كذلك الشركاء ديالنا، الساده رؤساء العصر، رؤساء الانديه، المكتب المديري ديال كوكب المراكشي، ومن خلاله صديق الطفوله السي يوسف ظهير الذي عودنا على المغادره وعلى العطاء وعلى الاريحيه من خلال توفير هذا الفضاء الجميل لبني هذا العام. أخص بالذكر كذلك ولن أتوجه لأطر المديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة على وجه التحديد. كذلك الأطر القارة المساعدة التي لا أعتبرها مساعدة. أن اليوم الأطر المساعدة لقطاع الشباب والرياضة لما أغلقنا